بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مستمرين وياكم في سلسلة شروحات منهج مادة المايكروتك لنيل شهادة الـ MTCNA. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن البريدج، وكانت محاضرتنا عموما عن البريدج كديفايز، يعني أو ترانسبيرنت ديفايز يتعامل مع الطبقة الثانية اللي هي متمثلة بالديتا لينك لاير. وتحدثنا قلنا الـ OSI موديل يحتوي على 7 layers. هذه الـ 7 layers من جهة المرسل، تكون الطبقة الأولى هي الـ Application layer والـ Presentation layer والـ Session layer والـ Transport layer والـ Network layer والـ Data Link layer والـ Physical layer. ومن جهة الـ Receiver المستلم تكون الـ First layer هي الـ Physical layer، والسكند لاير هي الداتا لينك لاير، وبعدها تجي النيتورك لاير كلاير 3، وبعدها تجي الترانسبورت لاير كلاير يعني 4، وبعدها تجي الايش السيشن والبرزنتيشن والابلكيشن. واضح؟ بالنسبه لهذا البريدج هو يتعامل مع قلنا اللاير 2، يعني ممكن ان يتعامل مع الماك ادريس ويعمل لي سبلت للكولجن دومين. هذه تحدثنا عنها في المحاضره السابقه. محاضرتنا اليوم راح تكون تكمله للمحاضره السابقه، واللي هي متمثله بالايش، اللي هي متمثله بال راح نجي نشوف الوايرليس بريدج. الوايرليس بريدج قبلها انه بالنسبه للراوتر او اس هو يدعم البريدج بصيغة سوفتوير، لهذا أنه إحنا ممكن أن نحول المايكروتك الراوتر أو إس، باعتبار المايكروتك طلاب هو عبارة عن سويتش وراوتر. يعني المايكروتك نقدر نقول عليه عبارة عن سويتش وراوتر، نقدر نحول المايكروتك إلى مانيجيبل سويتش. كيف أنه مانيجيبل سويتش؟ يعني نقدر نحوله إلى سويتش من إيش؟ من خلال إنشاء بريدج وإضافة كل البورتس اللي موجودة على البريدج. واضح؟ ننشئ بريدج ونضيف كل البورتات. بهاي الحالة إنه إحنا نقدر نستخدمه كشنو؟ نقدر نستخدمه ك يعني حتى البورت الأول والثاني والثالث في سبيل إنه إحنا نقدر نستخدمه كسويتش، باعتبار إنه البريدج هي تتعامل مع اللاير 2، وهذا اشبه بالايش، اشبه بالسويتش، ومانجبل باعتبار انه احنا قادرين ان نسوي اكسس لهذا الجهاز اللي هو متمثل بالمايكروتك، وقادرين ان نعمل شنو، ان نعمل كونفيج او ممكن اي من التغييرات يعني اللي ممكن ان يجريها النيتورك ادمنستريتر على هذا الجهاز. اذا الوايرليس بريدج باعتبار انه احنا عندنا بريدج كيعني يتضمن على شو اسمه، يتضمن على الايثر على الواير، وتحدثنا عن مفاهيمه بصوره عامه. هنا راح نتحدث عن الوايرليس بريدج، يعني البريدج هم يعني هل يخدم البريدج الوايرليس؟ راح نجي نشوف. نلاحظ انه الوايرليس يعني كوايرليس هنا نلاحظ بانه يحتوي على اكثر من شنو، يحتوي على اكثر من نوع. واضح؟ ممكن ان يخدم لي شنو، ان يخدم الوايرلس. اولا الستيشن بريدج، الستيشن البريدج، وهذا الستيشن بريدج طلاب هذا يتم من خلال شنو، من خلال راوتر يتعامل مع راوتر. يعني اني اجي اربط وايرلسلي، يعني اجي اربط خلي نقول مايكروتك مع مايكروتك طبعا، وتكون الانترفيس اللي موجودة عندي هي بريدج، والميديا هي وايرليس. بهاي الحالة انه انا اقدر اربطهم من خلال شنو، من خلال ما يسمى بالستيشن بريدج. واضح؟ بالستيشن بريدج. هذا كنوع من الوايرليس، شنو كنوع من الوايرليس بريدج. النوع الثاني اللي ممكن ان يسوي له سبورت، اللي ممكن ان يسوي له سبورت الوايرليس بريدج، هو الستيشن. هنا الستيشن بي سي دو بريدج. واضح؟ هذا النوع يسمح للراوتر او اس
أن يرتبط من راوتر OS يعني من مايكروتيك إلى أذا يعني إلى أنواع أخرى من الإيش من الأجهزة واضح أو الراوترات اللي هو شيء مثل PC2 Bridge يعني يختصروا PC2 Bridge هذا يسمح من الراوتر OS كمايكروتيك إلى الأذا اللي هو الأنواع الأخرى واضح أما الستيشن WDS اللي هي متمثلة هذا مختصر الوايرلس ديستريبيوشن سيستم لو اختارينا هذا النوع اللي هو شيء يسموه الستيشن WDS هذا النوع اللي هو ال WDS هو الوايرلس ديستريبيوشن سيستم هذا كذلك ممكن أن نستخدمه من الراوتر OS إلى الراوتر OS واضح من الراوتر OS إلى الراوتر OS أوكي هنا نجي هذا بالنسبة قلنا كنوع هنا يجي يتحدث لي هنا فقط عن 3 types من الوايرلس بريدج اللي هي الستيشن بريدج والستيشن PC2 بريدج والستيشن ودز خلينا نسميها WDS اللي هو Wireless Distribution System واضح هنا يجي يقول لي الوايرلس بريدج يعني كتوبك هنا يقول لي to use the station bridge حتى نستخدم the station bridge اللي هي تعتبر من المودز اللي ممكن أن يحددها التكنيكال هنا يقول لي على البريدج مود يقول لي station bridge to use the station bridge يقول لي البريدج مود حتى نستخدمها لازم قبلها البريدج مود يكون عندي شنو enable لازم يكون عندي البريدج مود شنو لازم يكون عند البريدج مود انيبل راح نجي نشوف كيف انه تو بي انيبل اون ذا شنو اكسس بوينت اون ذا اكسس بوينت وهنا معطيني شنو معطيني سهم على البريدج مود وايش تم اختيار انيبل بالنسبه له كيف انه احنا نقدر ندخل اكيد ندخل من الوايرلس ومن خلال يعني من الانترفيسز او من الوايرلس ومن خلال الوايرلس تاب ايش نتاكد من هل انه البريدج مود انه enabled على الاكسس بوينت او disabled واضح هذه بالنسبه شنو هذه بالنسبه لاختيارنا للستيشن بريدج لازم نتاكد يعني مسبقا من البريدج مود has to be enabled on the access point واضح اوكي نجي راح ندخل على المايكروتيك ندخل على المايكروتيك من خلال الوين بوكس ونروح على شنو نروح على الوايرلس مثل ما تشوفون هنا وراح اشوفكم البريدج مود اجي على هذه الانتينا اللي هي متمثله بال 2.4 بالنسبه للباند مالتها اروح على الوايرلس هنا يباعوا اروح على الادفانسد مود يعني مو اوبشن وتلاحظون هنا عندي البريدج مود حتى اختار هذا المود الستيشن بريدج الستيشن بريدج واضح حتى اختار اني الستيشن بريدج يقول لي لازم يكون على الاكسس بوينت انيبلد واضح لازم يكون على الاكسس شنو على الاكسس بوينت وهو وين مكانه بالنسبه كبريدج وين مكانه هو هذا هو البريدج مود لازم يكون انيبلد واضح انيبلد واضح طلاب هذه بالنسبه لمن هذه بالنسبة للمفهوم اللي نتحدث عنه الآن. To use the station bridge, the bridge mode has to be enabled on the access point. على الأكسس بوينت. انتبهوا. واضح؟ أوكي. هنا يعطيني شنو لاب. واللاب هو تقريبا أنه إحنا تعدينا هذه المرحلة صراحة. مرحلة الـ bridge يعني يعني ككرييت أو ك add ports للbridge او assign IP للbridge او يعني assign DHCP server للbridge اتصور انه احنا هذه كلها ايش تم يعني تنفيذها مسبقا واضح تم تنفيذها مع يعني حتى مع point to point protocol وتم تنفيذها مع الوايرلس وتم تنفيذها مع الايثر يعني كواير كلها هذه تقريبا احنا يعني استخدمنا بها بالتوتوريالز وكذلك المحاضرات السابقة استخدمنا بها البريدج واضح كايش تاب موجود عندي على الراوتر او اس هنا يجي يقول لي
يقول لي كملاحظة أو كلاب العفو، يقول لي we are going to create، يعني حاليا انه احنا نريد شنو، ننشئ one big network. كيف انه one big network؟ by bridging a local ethernet، يعني by شنو bridging؟ يعني انه احنا نضيف كل الايثرات اللي موجودة عندي، كل الايثرات اللي موجودة عندي اضيفها وين؟ كل الايثرات اللوكال ايثرنت، يعني الايثر 1 والايثر 2 والايثر 3 والايثر 4 and so on، حسب الريليز اللي موجود عندك، حسب الاصدار. اكو يحتوي على مثلا 13، اكو يحتوي على 10، اكو يحتوي على 5، اكو يحتوي على 3، حسب شنو؟ حسب الريليز اللي هي الاصدار، وكذلك كراوتر بورد سيريز اللي موجوده احنا وتحدثنا عنها تقريبا في المحاضرات الـ يعني في بدايه الكورس. اذا باي بريدجنج شنو؟ اللوكال ايثرنت وذ ا وايرلس انترنت انترفيس، يعني اجي كلها اضمنها تحت بريدج، وان بريدج. وي ار جوينج تو كرييت وان بيج نتورك باي بريدجنج اللوكال ايثرنت وذ ا وايرلس، شنو؟ وذ وايرلس انترفيسز. هذه بسيطه جدا. كيف انه بسيطة؟ احنا نقدر وين نروح؟ احنا نقدر ببساطة نروح على ايش؟ على المايكروتك، ومن المايكروتك نروح على البريدج، ومن البريدج ببساطة ننشئ بريدج. باع هنا عندنا البريدج 1، كم بورت ضفنا له؟ الايثر 2 والايثر 3 والايثر 5 والوايرلس لان 1 والوايرلس لان 2، كلها ضايفينها على البريدج شنو؟ على البريدج 1. واضح؟ كلها ضايفينها على البريدج 1. ممكن نضيف كذلك الإيثرات البقية، يعني احنا تحدثنا ممكن ان نحول المايكروتك الى سويتش من خلال شنو؟ كل هذه الإيثرات 1 2 3 4 5 كلها ضيفها على بريدج. بريدج 1 وضيف لكل الإيثرات. هنا ما ضفنا الإيثر 1 كون انه شنو؟ الإيثر 1 هو 1 شبكة 1، باعتبار انه هذا ما ممكن أن يندرج تحت البريدج، باعتبار هذا البريدج هي لوكال، يعني هذه البريدج هي اللان، يعني أنت لما تريد تجي تسميها سميها لان، هنا سميها لان، لان واضح، باعتبار هذه راح تمثل لي اللان، باعوا تمثل لي اللان. أما البورت وان، البورت وان هذا الإيثر وان، هذا الوان، باعتبار أنه الإنترنت مرتبط بالمايكروتك من خلال شنو؟ من خلال هذا البورت اللي متمثل بالإيثر 1. فهنا أنت ممكن أنه تنشئ بريدج، وإنشاء عملية الكرييت للبريدج بسيطة، فقط أنه أنا سويت آد وقلت له أبلاي وقلت له أوكي، وأجي أي بورت أنا يعجبني أضيفه على هذا البريدج. واضح؟ أي بورت ممكن أنه أضيفه على هذا البريدج. أجي على بورت تابس، العفو، على البورت تاب، وأجي أختار مثلا هذا عندي الإيثر 4، أنا عندي ضعيفها طبعا، أضيفها على البريدج 2، ممكن أضيفها على البريدج 2. واضح؟ ممكن لا، ممكن أنه أحذفها باعتبار أنه هذه أنا مستخدمها بقضايا أخرى. واضح؟ بقضايا أخرى أنا حذفتها. إذن هذه عمليتي إنشاء إيش؟ إنشاء البريدج أو حذف البريدج. واضح؟ هذه بالنسبة أنه إحنا شرح نجي بما أنه إحنا نريد نسوي بيج نتورك، بيج وان نتورك، كل الإيثر والوايرلس نضيفه على بريدج واحد، حتى في سبيل بالآي بي نتعامل مع البريدج، نعطي آي بي بحيث أنه مثلا عندنا هذا الآي بي، باعه هذا الآي بي اللي 172.1.1، هذا أي شبكة، أي جهاز يرتبط، باعه أي جهاز، خلي هنا حتى تكون واضحة بالنسبة لكم، باعه أي جهاز يرتبط على الإيثر 2 أو الإيثر 3 أو الإيثر 5 أو الوايرلس لان 1 أو الوايرلس لان 2، كلها تأخذ هذا الآي بي 172.20.1.1، أو العفو تنتمي لهذه الشبكة اللي هي 172.20.1.0. بهاي الحالة أني ضفت شنو؟ ضفت كل هذه الإيثارات كلها، خليتها تحت شنو؟ تحت شبكة واحدة. وبالدي اتش سي بي أني اجيت تعاملت مع شنو؟ مع البريدج بالدي اتش سي بي سيرفر، باعوا اجيت تعاملت مع البريدج كانترفيس، باعوا البريدج كانترفيس وتعاملت وياه. واضح؟
هذه بالنسبة لي إيش؟ هذه بالنسبة لي كيفية إنه أن نعمل كرييت. إحنا أصلاً أنشأناها تقريباً لكن ما تحدثنا عن هذا المفهوم، إحنا كعملي طبقناه لكن ما تحدثنا عن هذا السبيسيفيك خلينا نقول كونسيبت بالنسبة للبريدج، بحيث إنه هو يسمح لي بهذه الخاصية إنه يجمع لي البورتات كلها ويربطها على شبكة واحدة، بحيث إنه ممكن لكلها أي شخص أو أي ديفايز يرتبط مع هذه البورتات أو مع الوايرليس ممكن أن ينتمي لهذه البيج نيتورك. كذلك أكو موضوع بالنسبة للبوينت تو بوينت أوف إيثرنت، يعني هذه ممكن أنه أنا إن شاء الله أنزله على شكل تيتوريالز، بالإضافة أنه راح أفهمكم الفيلان صراحة. تلاحظون أنه أنا هنا بالبوينت تو بوينت أوف إيثرنت سيرفر، تلاحظون هنا سويت أنشئت سيرفرات وانشئت فيلانات، وكل هذه الفيلانات وين منتمية؟ فقط منتمية لإيش؟ منتمية إلى الانترفيس 4 باعوا، اللي هي هذه الميزة. وانا على الانتر على الفيلان 13 إيش؟ عندي ديفايز مرتبط على point to point protocol of ethernet باعوا. هذه ميزة ممكن إنه إحنا نستخدمها، يعني نستغل شنو؟ نستغل البورتات اللي موجودة عندنا بالمايكروتك. إحنا مو يعني مباشرة نربط البوينت تو بوينت، نخليه مباشرة وين؟ نخليه على انترفيس، يعني نخليه على شنو؟ على انترفيس مثل هذه، مثل الانترفيس 4. لا ما خلي، كيف انه انا اقدر اسوي كرييت للفيلانز بحيث انه على انترفيس وحدة ممكن انشئ اشقد؟ ممكن انشئ يعني عشرات الفيلانز، وكل فيلان ممكن انه شنو؟ وكل فيلان ممكن أن ترتبط عليها شبكة وتكون هي معزل عن الأخرى. هذه كذلك راح نتطرق لها طلاب، يعني بعيدا عن هذه المحاضرة راح هذه راح يعني تضيف لنا ميزة مستقبلا، حتى إذا أردنا أن نعيد الكونفيجريشن بالنسبة لجهاز الشبكة اللي هي شبكة الجامعة. واضح طلاب؟ فهذه يعني ملاحظة مهمة جدا بالنسبة لكم. الفيلان مهم كفيرتشوال لان، يعني مهم بالسيكوريتي، يعطيني مو سيكوريتي، كذلك انه انا اقدر بالمانجمنت يعطيني يعني مو مانجمنت، بحيث انه انا اعزل الفويس اقدر على الانترفيس، اعزل الفاينانشال ترافيك، اعزل يعني اخلي اكثر من فيلان، كل فيلان يحدد ترافيك محدد. وهذه ميزه باعوا هنا انا البوينت تو بوينت اوف ايثرنت يوزرز خليتها على السيلز فيلان، يعني باعوا. وممكن الماركتينج وسويت على الـ HR الـ Human Resource، فأني ممكن أنه مستقبلاً إيش أسوي classification للكليات بناء على الفيلانز. واضح؟ بناء على الفيلانز وكذلك الأقسام الموجودة، وهذه تعطيني شنوة more management بالإضافة إلى more شنوة more خلي نقول security. كذلك راح أعلمكم الـ 3 يعني الـ 3 خلي نقول الثري ويز اللي ممكن انه نستخدمها يعني في انشاء الفيلان. اوكي نرجع لمحاضرتنا. اذا انه احنا نقدر شو نسوي؟ احنا نقدر ان ننشئ going to create one big شنو big network by bridging local ethernet. كيف bridging local ethernet؟ اي نعم bridging local ethernet من خلال شنو؟ من خلال الايثرات، كايثرات ايثر واحد، ايثر خلنا نفترض واحد من إيثر واحد، الإيثر خل نفترض الإيثر 13 إذا كان الراوتر بورد مثلا 1100 أو يعني حسب ما موجود، أو إيثر 5 الراوتر بورد اللي إحنا عاملين عليه حاليا هذه، وكذلك الوايرليس لان هم كذلك كم أنتينة عندك أو بحالة ما موجود عندك. واضح؟ هذه ممكن أنه كلها تضيفها كبورتات، وين تضيفها؟ على البريدج، كبريدج تسوي. وبهاي الحالة انه انت راح تسوي اساين للبريدج كاي بي، واي جهاز او ديفايس العفو اي جهاز او يعني بي سي ممكن ان يرتبط على هذه البورتس او على الوايرليس هو راح ينتمي الى هذه الوان بيج نتورك. هنا يقول لي all the laptops will be in the same network. اوكي احنا تحدثنا عن هذا، قلنا اي جهاز راح يكون in the same هذه البيج نتورك. Notes هنا ملاحظة يقول لي be careful when bridging networks، يعني عليك أن تهتم، يعني تأخذ اهتمام عندما تسوي bridging للnetworks.
هذه كذلك ملاحظة لازم تؤخذ بنظر الاعتبار. واضح؟ لأن مثلا أنه حاليا إحنا حاليا كمايكروتك لو نروح على المايكروتك حاليا إذا تلاحظون عندي أوكي خلي أحذف هذه إذا تلاحظون إذا نروح على المايكروتك إحنا هناي بالنسبة للشسمة بالنسبة للبريدج بالنسبة للبورت ما ضفنا الإيثر واحد. ليش ما ضفنا على البريدج وان؟ لأن الإيثر واحد هو وان مو لان. فهنا يقول لي بكيرفل يعني أخذ اهتمام. أنا لما أضيفه على البريدج وان راح أضيفه على غير شبكة وهو أصلا هذا كإيثر واحد هو على الدي اتش سي بي كلاينت. واضح؟ هنا هو إيثر واحد هنا ماخذ هذا ديفرنت آي بي باعه ديفرنت آي بي. يعني لما أجي هناي لما أجي على ال DHCP server أو العفو ال IP ال IP address تلاحظون هنا ال bridge one شنو ال IP مالته لل local network 172.20.20.1.0 IP شبكة. هذا بالنسبة لل bridge one اللي يندرج تحت ال ether شنو ال ether 2 وال ether 3 وال ether 5 وال wireless LAN 1 وال wireless LAN 2. أنا ما أقدر أضيف الإيثر واحد تحت البريدج. ليش؟ لأن هذا وان، هذا شبكة وان. واضح؟ هذا شنو وان يعني هذا مستلم حتى الآي بي مالته ماخذ الآي بي مال المصدر. واضح؟ فهذه ملاحظة ضروري أنه إيش أن تنتبهوا لها، أنه إحنا ما نقدر كل شيء نضيفه، لازم نتأكد من التوبولوجي بعملية إضافة البورت على شنو على البريدج. أوكي هنا راح يقول لي شنو؟ يقول لي create شنو ايش شنو اللي اسوي create. هنا يقول لي create للايش a pack up before starting this lab. اكيد انه انت يعني اذا كان المايكروتك اللي موجود عندك ممكن ان تستخدمه بالمؤسسة او بالهوم او مثلا، فلازم انت يكون عندك باك اب له كونفيجريشن حتى في سبيل ما تفقد شنو حتى في سبيل ما تفقد الكونفيجريشن اللي ممكن انه ايش اللي ممكن انه يعني تاخذ منك وقت باعادتها. واضح؟ فهذه ملاحظه يعني تؤخذ بنظر الاعتبار. هنا ضمن البريدج هنا يعطيني كذلك يعني كجايد يقول لي تشينج الوايرلس، غير لي الوايرلس. شلون اغيرها لشنو؟ يقول لي تشينج الوايرلس تو ستيشن بريدج. تو شنو؟ تو ستيشن بريدج. غير لي الوايرلس الى الستيشن بريدج مود. ممكن انه اني اجي على الوايرلس ك ك كانترفيس وممكن هنا اغيرها شنو؟ ايش طلب مني هنا اغيرها ستيشن بريدج. ممكن المود مالتها اختاره ستيشن بريدج. باعوا عندي اي بي بريدج، عندي ستيشن بريدج، عندي شنو ستيشن بي سي دو شنو بريدج، عندي شنو هذه كلها ستيشن دبليو اللي هو وايرلس ديستريبيوشن سيستم. واضح؟ هذه كذلك تلاحظون هذه كلها تندرج تحت شنو؟ تندرج تحت الوايرلس بريدج. واضح؟ فيقول لي غير لي اياها، غير لي اياها الى ستيشن بريدج. اوكي ممكن أن نغيرها إلى ستيشن بريدج. وقلنا الستيشن بريدج هي بين شنو دائما ذكرناها بين إيش وإيش لمن كوايرلس. الستيشن بريدج بين راوتر آي إس وراوتر آي إس، يعني تكون اثنينهن مايكروتك متقابلات. واضح؟ هنا يجي يقول لي سوي ديسيبل للدي اتش سي بي سيرفر. إحنا متفقين طبعا اللابات هذه هي أصلا إحنا تقريبا تجاوزناها كل هذه اللابات، لكن احنا متفقين هي هوم وورك بالنسبه لكم. واضح؟ هي شنو؟ هي هوم وورك بالنسبه لمن؟ بالنسبه لكم ك يعني ممكن ان تنفذوها ومطالبين بها كذلك. واضح؟ اوكي هنا يقول لي اد وايرلس انترفيس تو اكزيستنج بريدج لوكال انترفيس از ا بورت. هذا كذلك تحدثنا عنه، يعني احنا كيف نضيف الوايرلس؟ احنا ضايفينه اصلا هنا لما تجي على الانترفيس ضايفين الوايرلس
وين نروح على البريدج العفو، ونجي على البريدج منيو تلقى الوايرلس لان 1 والوايرلس لان 2 باعتبار المايكروتك مالتي هذا يحتوي على 2 انتينا، الانتينا اللي موجوده بي 2.4 وبي 5 واضح كباند، فهنا اثنينهم انا ضايفهم للبريدج 1. ممكن انه صراحه ممكن انه اضيف الوايرلس هذه الاثنين اضيفهم على بريدج 2 واخلي للبريدج 2 اخلي له اي بي ودي اتش سي بي سيرفر افعل واضح، حتى ممكن انه اسوي له نات واضح ممكن كذلك يعني. وبهاي الحاله تلاحظون انا عندي هذه ديزاين يعني هنا عندك مستخدمه واللي ما مستخدم هنا يقول له ديسيبل بورت، فهنا يباعه وممكن انه كذلك بريدج هنا يقول لي تقدر تضيف. احنا اصلا كذلك احنا بمحاضره سابقه تم اضافتها لكن فقط يريد يعلمنا كيف انه نسوي اد. هنا يجي ضمن هذا اللاب يقول لك بريدج كيف انه تدخل على السيت مود تو ذا ستيشن بريدج تحدثنا عنه، هذا نروح على الوايرلس وايرلس لان واحد من الوايرلس على الوايرلس لان واحد وندخل على الوايرلس شنو تاب ونتحكم بايش بالمودز اللي موجوده، كذلك نروح على الدي اتش سي بي سيرفر نسوي له ديسيبل لهذا الايش لهذا الدي اتش سي بي كسيرفر واضح. هذه فقط انه جاي يشرح لي انه ايش هذه الايش هذه ال 2 بوينتس اللي تندرج تحت هذا اللاب واضح. بعد هنا يجي يقول لي كيف انه نسوي اد وايرلس انترفيس تو بريدج، هذه كذلك تحدثنا عنها، نروح على البريدج وعلى البورت لما نقول اد نختار شنو الانترفيس ونختار اضافتها للبريدج واضح، هذه كذلك تحدثنا عنها. هنا كذلك عندنا لاب يقول لي رينيو ذا اي بي ادريس رينيو هنا اوكي رينيو ذا اي بي ادريس يعني عيد او يعني سوي عمليه شنو تجديد نقدر نقول اعاده الاي بي ادريس اوف يور لابتوب غيره واضح. يو شود هنا يقول الاي بي فروم ذا ترينرز راوتر لازم يكون هذا طبعا هذه الامر او الـ يعني هذا اي نعم هذا الـ هذه الاعدادات تطبق على الترينرز راوتر باعتبار ان هذا راوتر ممكن ان تجرى عليه تغييرات وحتى لو انفصل يعني انفصلت الخدمه الانترنت سيرفيس منه ما ممكن ان تاثر عليك واضح، بحاله انه انت يعني كنت بحاجه للانترنت كمباشر ك يعني شلون هسه حاليا احنا وياكم اونلاين. يقول لي ask you a neighbor اوكي هنا بهاي الحاله لازم انا عندي neighbors. يقول لي ask you a neighbor his or her laptop الاي بي ادريس اند تراي تو بي بينج ات، هنا تسال عن الاي بي وتسوي له بينج واضح. بهاي الحاله انت تحتاج ان يكون عندك يعني تو راوترز بهاي الحاله. هنا يقول ask you a neighbor وايش وحاول ان تقيس الكونكتيفيتي. هنا يقول لي يور لابتوب ناو از شنو ترانسبيرنت بريدج، شنو ترانسبيرنت بريدج باعتباره انه اللابتوب مالتك اندرج تحت بريدج تحت شبكه الانترفيس مالتها هي بريدج، وبهاي الحاله شنو وبهاي الحاله انه هو اخذ حكم شنو اخذ حكم البريدج انت كمرتبط واضح، لكن يتم ادارته من قبل شنو يتم ادارته من قبل ايش من قبل المايكروتك واضح. اوكي هنا نروح على اللي بعده، هنا نجي على الوايرلس ديستريبيوشن سيستم. هذه الوايرلس ديستريبيوشن سيستم اكيد هي من اسمها تندرج تحت شنو تندرج تحت الوايرلس واضح تندرج تحت الوايرلس. راح نجي نشوفها. يقول لي links هي links، اذا الوايرلس ديستريبيوشن سيستم تعتبر links يعني شنو نواقل نقدر نقول عليها are established يعني تم تاسيسها on dynamic interface present يعني احنا اشبه باللينكس احنا نسوي لها create وتعتبر dynamic interface present واضح. Link are established on dynamic interfaces present. لذلك احنا لما ننشئ الفيرتشوال يعني وايرلس لان تلقون اكو خيار ال WDS واضح، يقول لي كل ال WDS clients
bridged together. كلها bridged together. لازم إنه يتم شنو؟ يتم إيش إضافتها على bridge واحد. أنت لما تريد تسوي interfaces، كيف إنه تعمل أنت bridge؟ كيف إنه تسوي add للbridge؟ أوكي، ببساطة أنت تروح وين؟ تروح على المايكروتيك، واضح؟ ومن المايكروتيك وين تروح؟ ببساطة تروح على الوايرليس، ومن الوايرليس انترفيس تنقر على شنو؟ على الاد، عندك فيرتشوال، عندك وايرليس ديستريبيوشن سيستم، وتسمي تريد تخلي واحد كنيم، يعني كديفولت نيم، واضح؟ هاي الاوبشنز ما تغير اي شيء بها، التاب دبليو دي اس يقول لك وين تريد الماستر انترفيس، تريده على الوايرليس لان واحد لو اثنين اذا كان عندك اكثر من انتينه، والستيت اصلا هنا تجي تقول له ابلاي، تقول له اوكي تم اضافه شنو؟ تم اضافه يعني اللي هو ال WDS الوايرلس ديستريبيوشن سيستم، اللي هو يعتبر ار، يعني هو يعتبر لينكس ار ستيبلشت او دايناميك شنو انترفيسز بريزنت. كذلك لو من اجي على الاي بي، يعني هسه اني لو جيت على الاي بي باعو، لو جيت على الاي بي ورحت على الادريسز، اذا كان هو انترفيسز راح يظهر عندي، واضح؟ راح يظهر عندي. اوكي هنا يخليها ناجي على الاي بي، الله ارفع هذه، اقول له اد باعه، قلت له اد، اجي على الانترفيسز القاه موجود، اي نعم وايرلس ديستريبيوشن سيستم، اذا هو اصبح انترفيسز، واضح؟ اصبح انترفيسز. ولو انطيته مثلا اي بي، خل يكون هذا الاي بي، واضح؟ انطيته اي بي وانطيته اصلا سبنيتس وقلت له ابلاي وقلت له اوكي باعه. ولو جينا سوينا له دي اتش سي بي، هل انه راح يتضمن على الدي اتش سي بي؟ كذلك راح نجي نشوف، واضح؟ نجي نسوي له دي اتش سي بي config، ونجي نختار الدبليو دي اس، باعو سحب الاي بي نفسه، ونقول له next 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 next، قال لي apply، ضاف لي حتى ضاف لي interfaces وضاف لي pool، واضح؟ اجي على الاي بي routes، ظهر عندي بالroutes، حتى الان ما ظهر عندي. اوكي بالوايرلس ظهر عندي، راح اجي اشوف واضح. اذن هو شنو؟ اذن هو لينكس، هو شنو؟ هو لينكس او دايناميك انترفيسز بريزنت، لينك او دايناميك انترفيسز، واضح؟ هناي ما تفعلت عندي، لو نجي هنا اوكي نحذف هذا، وهنا نجي نحذفه كذلك كدي اتش سي بي، وهنا نجي نحذفه، ممكن نحذفه، راح نجي نعرف شنو استخداماته، واضح؟ لكن حاليا ما اخذ نفس دور البريدج او نفس دور الايثر او الوايرليس لان، واضح؟ اوكي نجي ندخل على شنو، على المقرر، هنا يقول لي هو links are established on dynamic interfaces present. اوكي يقول لي كل، كذلك كل الايش، كل اللينكس، يعني كل الـ الاشخاص اللي هم يعني يندرجون تحت الـ WDS كlinks او interfaces present، هذه ايش لازم بريدج، bridged together. اوكي زين، هنا اجي بما انه هو قال لي لازم انت bridged، هنا لازم نضيفها على bridge، راح نجي نضيفها على bridge، تاخذ حكم نفس حكم بقيه الانترفيسز. اوكي نجي ندخل على bridge ننشئ ببساطه. اوكي قبلها نروح على الوايرلس وننشئ شنو، ننشئ وايرلس ديستريبيوشن سيستم، ونقول له اوكي، واضح؟ ضفناه على الوايرلس لان واحد اللي هي ايش، جيت 2.4، ال 2.4. اوكي
خلينا نرجع للسمبل مود. اوكي نروح على البريدج، نروح على البريدج وننشئ بريدج، ننشئ بريدج ثاني ببساطه، نقول له ابلاي. اوكي انشئنا، نروح على بورت، نضيفه على بورت، نضيفه شنو على بورت. الانترفيس هي شنو؟ هذه الوايرلس، وضفناه على اي بريدج؟ على البريدج 2. باعه، قلت له ابلاي وقلت له اوكي. اذا انا صار عندي بريدج 2 مضاف عليها الوايرلس ديستريبيوشن سيستم، اجي اضيف له اي بي ادريس، واضح؟ اجي اضيف له ادريس، خليه اخذ هذا الادريس 10 20 20 1 بريفكس 24، واجي على البريدج 2، اتعامل مع بريدج 2 بريدج، واقول له ابلاي واقول له اوكي. باعه هناي، اجي اضيف له شنو دي اتش سي بي اذا كان هو كلينكس او كانترفيس، كذلك اجي اسوي له كونفيج، اجي على البريدج 2 وراح يسحب لي الاي بي. باعه سحب لي الاي بي اللي تم تحديده هناي، وقلت له نيكست، واضح؟ وهاي الحاله اصبح دي اتش سي بي، اصبح لينك، ممكن انه احنا كبريدج 2، واضح؟ وبهاي الحاله نجي كذلك الراوتس، نجي هل انه تم تضمينه البريدج 2 باعه، هاي الشبكه تعتبر ريتشبل، واضح؟ تعتبر شنو؟ تعتبر ريتشبل. اوكي هنا عندي هاي الشبكات اللي موجوده عندي ما تم تضمينها، لكن هنا شنو تعتبرها شنو كلينك اوكي انترفيس بريزنت، يعني ممكن ان تشوفها مثل ما احنا هسه جاي نلاحظها كدايناميك. وممكن نروح على البول، هم كذلك تم انشاء اوتوماتيك هنا بول لهذا، هذا السابق، وكذلك هذا، كذلك هذا البول اللي حاليا هذا راح احذفه، واضح؟ اذا احنا استطعنا ان نتعامل مع هذه الانترفيسز او اللينكس كايش؟ كايثر او وايرلس، رغم انه هي شنو، رغم انه هي فيرتشوال. انا اجي احذفها حتى في سبيل اوكي دي اتش سي بي، اتاكد منها. اوكي هنا يتم حذفها، فقط انه انا حبيت انه اشوفكم الفارق حاله انه لازم تصير بريدج، والدليل انه احنا لما ما خليناها على بريدج، ما ضفناها كبورت على بريدج او كانترفيس، كان لونها باللون الاحمر دلاله على انه هي غير مفعله، واضح؟ لكن اخذت اي بي واخذت دي اتش سي بي سيرفر. هذه بالنسبه للوايرلس ديستريبيوشن سيستم، كذلك راح انزلكم توتوريال عليها، انزل توتوريال وين استخداماتها، لكن انه لازم تفهمون هذه ايش، لازم تفهمون هذه الايش، هذه الخاصيه او الفيرتشوال اللي تابعه، الفيرتشوال اوبشن اللي تابع للوايرلس، واضح؟ البريدج فاير وول، بالنسبه لي البريدج فاير وول مثل ما تعرفون انه احنا كفاير وول هو كيعني ك جهاز يندرج تحته اجهزه الحمايه السكيورتي، كذلك اكو اقدر اني استخدم الفاير وول بعمليات، حتى عمليات الفلتره او المانجل او الفلتر رول او اي من الاوبشنات اللي تندرج تحت الفاير وول، كذلك انا اقدر اتعامل مع البريدج، يعني اتعامل مع البريدج كاي انترفيس موجوده عندي على المايكروتك، واضح؟ سواء كانت فيزيكال كايثرات او فيزيكال كوايرلس شيب موجوده ضمن شنو؟ موجوده ضمن المايكروتك. مجرد انه اني سويت كرييت وسويت لها اد بورت، بعدها انه اني اقدر اتعامل وياها كاي انترفيسز موجوده عندي، واضح؟ هنا يقول لي الراوتر او اس بريدج انترفيس سبورت فاير وولز، اذا اني لما انشئ بريدج اقدر اتعامل مع شنو؟ مع هذه البريدج من خلال الفاير وول، واضح؟ من خلال الفاير وول، وافرض السياسه اللي تفرضها علي المؤسسه او اللي اني افرضها كتكنيكال على المؤسسه من اجل حمايتها. هنا يقول لي الترافيك which flows through the bridge can be processed شنو؟ processed by the firewall، وكذلك الترافيك اللي يمر من خلال البريدج
يتم معالجته بواسطة الفايروول، يعني ما يتجاهل الفايروول، يعني يتعامل مع البريدج، واضح؟ وتو انيبل حتى انت تقدر تسوي له انيبل من البريدج، تروح على السيتنج واستخدم يوز اي بي فايروول. كيف نروح؟ اوكي هذه ملاحظة ضرورية، لازم انا اروح ايش من البريدج، اوكي اروح من البريدج وعلى ايش السيتنج، هنا انتبهوا سيتنج، واقول له يوز اي بي فايروول، او اقول له يوز اي بي فايروول فور فيلان، او اقول له يوز اي بي فايروول فور بوينت تو بوينت بروتوكول اوف ايثرنت. لازم افعلها لمن اريد شنو، لمن اريد استخدم. تتذكرون احنا باحد اللابات استخدمنا كانترفيسز، وين استخدمنا كانترفيسز للبوينت تو بوينت اوف ايثرنت، واضح؟ وما عملت، قلنا الا نتعامل مع الايثر. اتصور السبب هو احنا عدم تفعيله من هذه ايش، يعني عدم انه عمل تشيك لليوز اي بي فايروول فور ذا، يعني هذه بالنسبه كذلك للبوينت تو بوينت، ولو هذا يخص الفايروول، واضح؟ العفو، هذا يخص كذلك انه، لكن ك يعني كخاصيه هاي تندرج تحت شو اسمه تحت البريدج. هنا باعوه، هنا ممكن انه اسوي له اي بي، يعني يوز اي بي فايروول واسوي له انيبل في سبيل انه البريدج او الفايروول يتعامل مع هذه الانترفيسز وما تحتويه من شبكه، واقدر افرض عليه سياسات الفايروول، واضح؟ اوكي هنا البريدج فايروول يعطيني شنو، يعطيني دايجرام مخطط مهم جدا. هذا المخطط هنا نجي على الانبوت انترفيس، نجي على الانبوت انترفيس، اوكي هاي بس الانبوت انترفيس عندنا، هذه هي الانبوت وهذه هي الاوتبوت، واضح؟ انتبهوا وياي. عندي هنا هذا الجزء اللي ضمن المستطيل، هذا الجزء شو يعتبر؟ هذا layer 3 يعني راوتر، انتبهوا علي، يعني هذا layer 3 يعني راوتر، يعني لازم يتم التعامل بحالة اكو اي بي، يتم التعامل مع هذا المربع. نجي نشوف البريدج، هنا input interface، هنا كدخول للترافيك، ان interface bridge، انت سويت كرييت للبريدج؟ يس مثلا، بحاله انه نو، بحاله نو راح يصير التعامل مباشره مع شنو، البري راوتينج، يصير دخول تعامل مع البري راوتينج، هذا فاير وول طلاب، هذا الفاير وول، يعني تعرفون انه بالفاير وول اكو عندي شنو، هذه تشين تعتبر، واضح؟ فراح يروح وين بحالة أنا ما سويت انترفيس بريدج، ان انترفيس بريدج راح يروح بالبري راوتينج، يمر بالبري راوتينج، واضح؟ وهناي بحالة انه أنا اوكي يس تعاملت مع بريدج، سويت انترفيس ان انترفيس بريدج، راح البريدج اذا كان ديستنيشن نات، بحالة انه هي كديستنيشن، واضح؟ راح كديستنيشن، يعني كتعرفون النات بي تو تايبس اللي هو السورس والديستنيشن، راح يستخدم النات اللي هو يندرج تحت الفايروول، راح يستخدم الاي بي فايروول، يس استخدمه مباشره يروح على الديسيشن القرار، واضح؟ واما يسوي له فورورد او شنو، او احنا هنا مخلي بريدج انبوت هذا السهم، اما يسوي له فورورد، وبهاي الحاله يوز اي بي فايروول كذلك، اما يسوي له فورورد او شنو، بحاله النهايه بحاله اليس فورورد ويروح على السورس كنات، واضح؟ وهنا بحاله كذلك هذه النو. هذه طلاب بما انه تعرفون انه احنا يعني ظهرت العلامه اللي هي شارفت على انتهاء المحاضره، راح ان شاء الله بالمحاضره القادمه راح اشرح لكم هذا البريدج فايروول، اشرح لكم هذا الدايجرام بصورة أكثر وضوح، حتى تعرفون أنه كيف أن تتم شنو، كيف تتم عمليات التعامل مع شنو بحالة أنه أنا كانت عند الانترفيس مالتي بريدج، واضح؟
هذه بالنسبة للبريدج فايروول، واكو طبعا للمانجل، واكو يعني هذا الدايجرامز ضروري للمانجل، واكو للانبوت، واكو للفورورد، واكو للبري راوتنج اند سو اون. واضح طلاب؟ هذا كل ما يخص محاضرتنا اليوم. شكرا جزيلا لإصغائكم.